فإن الحكومة التي أتشرف بقيادتها تعي جيدا الأولوية الوطنية التي يحظى بها هذا القطاع الاستراتيجي عند عموم المواطنين المغاربة، وما يتيح ذلك من تعزيز لمعالم الدولة الاجتماعية كما يريدها جلالة الملك لأبناء شعبه الوفي، حفظا لكرامتهم وصونا لحقوقهم الإنسانية والدستورية. ولأننا ندرك بشكل لا يقبل الانتظار أن نجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية متوقف على ضرورة إصلاح عميق وجذري للمنظومة الصحية، الشيء الذي سيمكن من تقديم خدمة عمومية صحية تستجيب لتطلعات المغاربة وانتظارهم. حضرة السيدة السادة، برغم من كل المحاولات الإصلاحية التي عرفها القطاع في السنوات السابقة والتي لم تبلغ في مجملها منتهى غايتها، ومن باب المسؤولية السياسية والأخلاقية التي تربطنا بالمواطنات والمواطنين، كان من الضروري تجاوز منطق الإصلاحات الجزئية في اتخاذ إحداث ثورة حقيقية برؤية واضحة تمكن بلادنا من منظومة صحية عادلة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص في الولوج للمرفق الصحي، وتضمن كذلك الاستفادة من خدمة عمومية لائقة. فالحكومة منذ تنصيبها أخذت على عاتقها إعداد تصور شمولي متكامل لخلق منظومة صحية ووطنية غايتها بلورة عرض صحي لفائدة المواطنين يليق بكرامتهم ويستجيب لتطلعاتهم وفق منظور إصلاحي يقوم على 4 مرتكزات تهم بالأساس: أولاً اعتماد حكامة ناجعة للقطاع، ثانياً تتمين العنصر البشري، ثالثاً تأهيل البنية التحتية الصحية على المستوى الترابي، ثم رابعاً رقمنة المنظومة الصحية الوطنية. ولأن إصلاح المنظومة الصحية لا يحتمل التأخير أو التسويف، بادرنا إلى اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير. ولا بد هنا أن نقدم باسم كافة مكونات الحكومة الشكر والامتنان لكل المتدخلين مركزيا وترابيا على المجهودات التي أبذلوها، وعلى التعبئة الاستثنائية لكل الفرقاء الاجتماعيين الذين ساهموا إلى جانب الحكومة في إطلاق الإصلاحات الجوهرية التي يعيشها القطاع، وهو تشجيد للغير الوطني التي تجمعنا خدمة للمواطنات والمواطنين وتحقيقا للمصلحة العامة. وسيسجل التاريخ بكل اعتزاز أن الحكومة تدبر تحت القيادة الرشيدة لصاحب جلالة الملك محمد السادس أكبر مشروع وطني اجتماعي لفائدة الأسر المغربية منذ استقلال المملكة، وأحد أهم التحولات السياسية والاجتماعية في تاريخ المغرب الحديث.